بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. نبدأ اليوم في المحاضرة الثالثة، هي أخلاقيات الوظيفة العامة. تعد الوظيفة جزءا أساسيا من أي كيان تنظيمي لأي منظمة أو مؤسسة، وهي مجموعة وحدات أو واجبات ومهام ومسؤوليات. يعني الوظيفة هي جزء أساسي من أي كيان تنظيمي لأي مؤسسة أو منظمة، وهي مجموعة. الوظيفة، ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هي عبارة عن مجموعة من الواجبات، المهام والمسؤوليات يقوم بها الفرد. هو الإنسان، أي إنسان يقوم بالوظيفة. إيش الهدف من القيام بالوظيفة؟ تحقيق هدف معين. إذن الوظيفة هي جزء أساسي من أي كيان أو تنظيم بأي مؤسسة أو منظمة، وهي مجموعة من الواجبات والمهام والمسؤوليات التي يقوم بها الفرد لتحقيق هدف معين. وهذه الواجبات والمهام الوظيفية تتداخل مع عناصر أخرى، هي عناصر الأخلاقيات والسلوك الوظيفي. فلا بد لكل موظف أن يكون له أخلاق حتى يؤثر على المنظمة أو المؤسسة أو المكان الذي يعمل به. فالسلوك غير الأخلاقي، عندي سلوك أخلاقي يعني عنده خلق، لكن لما يكون السلوك غير أخلاقي فهو يؤدي إلى إهمال وتسيب واستغلال المنصب، وهي من أبرز المشاكل التي تعوق التنمية الداخلية للمنظمة، وبالتالي تؤثر على بناء المجتمع. السؤال اللي هنا، ما هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الموظف في الوظيفة العامة كما نصت عليها الأنظمة الوظيفية الدولية؟ أول خلق هو الأمانة. أول خلق هو الأمانة. الأمانة تعني الثقة والجدارة في الاعتماد ومجالاتها ومجالات أدائها في العبادات أو كالصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام. يعني هنا الأمانة، هي الله سبحانه وتعالى يقول: وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. من يحمل الأمانة؟ الإنسان. إذا الإنسان هو الجدير بأن يكون عنده ثقة ونعتمد عليه في العمل وفي المعاملات. يعني الأمانة تكون في العبادات وفي المعاملات. يعني أنا كإنسان مسلم في عباداتي، في الصلاة، في صيامي، ضروري عندي أمانة قيامي بهذه العبادات. وفي المعاملات، معاملات زي شنو؟ حفظ المال العام، حفظ أسرار العمل، والموضوعية في الإقرار. إذا أن يكون عندنا كموظف في مجال عملي أني نحفظ المال العام وأني نحفظ أسرار العمل الذي أعمل فيه. النقطة الثانية، أن يقضي الموظف وقتا طويلا في مكالمات، في بعض الشروط أو بعض الأشياء اللي تخل بالأمانة. شن هي في العمل مثلا؟ قال لك من صفات اللا أخلاقية التي يمارسها بعض الموظفين في العمل وتخل بالأمانة، أن الموظف يقضي وقتا طويلا في مسك الهاتف مثلا، في مكالمات هاتفية دون اعتبارات للمعاملات التي على مكتبه أو للمراجعين الواقفين أمامه. يعني لا، نجي الموظف في مكان عام في أمانة في أي مكان، نجي صب يده يخلصني من عملي، ينهي لي معاملاتي، لكن مسكه التليفون ويقضي. هذا إذا هذا نسميه إخلال وعدم أمانة، لأن هو هذا الشخص غير مؤتمن على العمل الذي كلف به. الشيء الثاني من يخل بالأمانة، أن لا يعير لهاتف المكتب أي اهتمام. لما يرن عليه هاتف المكتب مثلا، الموظفين يرنوا عليه أو الناس الزبائن، ما يردش عليه عادي، وضع للزينة. فمن معايير التحضر المدني الرد على الهاتف في الرنة الثالثة إلى الخامسة. يعني يقول لك لما تكون في مكتب في عملك ورن عليك الهاتف بتاعك، مثلا الرنة الأولى ما سمعتش الثانية، المفروض ترد بعدين على الناس اللي يردوا عليك في مجال عملك. من الأخلاقيات التي يتحلى بها الموظف قلنا الأمانة، وقلنا الأشياء التي تخل بالأمانة. نجي للنقطة الثانية، الشجاعة. الشجاعة وهي القدرة على الإقدام بفعل شيء ما بقوة وجسارة دون تردد. يعني نكون شجاع في عملي. شجاعة نوعان، شجاعة نفس وشجاعة بدن. يعني نكون شجاع في نفسي وشجاع في بدني، وتكون بقول الحق والثبات عليه، قوة القلب في المواقف الصعبة. والموظف الشجاع صاحب الخلق والمبادئ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا وهنا بدوري يؤدي إلى شيوع الفضيلة في محيطي. لما أكون أنا موظف في مجال عملي، شجاع في نفسي، شجاع في بدني، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يعني في مجال عملي نقول كلمة صح، كلمة نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا يخلي اللي حولي كله يحترموني والشيء في المكان الفضيل ده، ما نكونش جبان يعني في مجال العمل. النقطة الثالثة من الأخلاق العامة الوظيفة أو أخلاقيات الوظيفة العامة عفوا، الحياء. الحياء هو الترفع عن النقائص والابتعاد عن الصغائر طلبا للكمال وانصياعا للشرع الحنيف، وهو خلق الحياء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثني ربي حتى أتمم مكارم الأخلاق. فبالتالي الحياء هو خلق يبعث على ترك كل ما هو قبيح. والحياء لا يأتي إلا بالخير. الإنسان لما يكون عنده حياء كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
والقرآن قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني الحياء هو شيء كويس للموظف في مجال عمله. الحياء قد يكون حياء فطري، ومثل ذلك ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي الأجش بن عبد قيس، قال حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله هي الحلم والأنا، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ فإذا هنا الحياة هو قد يكون الصفتان، يعني جبلني، فقال: الحمد لله الذي جبلك على هاتين الصفتين يحبهما الله ورسوله، هي الحياة والحلم والأنا. الحياة مكتسب، الحياة قد يكون فطري الإنسان متربي عليه أو الله سبحانه وتعالى خلقه عليه، أو يكون مكتسب من إيش؟ من الإيمان والتربية والبيئة الصالحة والزمان اللي حوله والزمان الخيرة. إذا الحياة مصدره 3 أشياء: حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس. نجول النقطة الرابعة هي التواضع. ما هو التواضع؟ هو تجمل النفس بالخضوع، ومنها الترفع عن الناس والاستخفاف بهم. يعني من هو تجمل النفس بالخضوع ومنعها، ما نقدرش من رفع خشمي عن الناس، لا، والاستخفاف بهم وحملهم على عدم احترامه مهما اختلفت درجاتهم. إذا التواضع هو الإنسان يكون خفيف نفس، متجمل في أخلاقه، لا يترفع عن الناس يخلي الناس يكرهوه. التواضع فضيلة عظيمة. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فالمسؤول المتواضع، يعني انك لما تكون موظف مسؤول في مجال عملي متواضع، نتفقد في حجاز زملائي الموظفين ونجلس معهم ونشاركهم في المناسبات ونعاملهم معاملة كما يحبون، حتى لو كان مكاني مثلا انا اعلى منهم الدرجة الوظيفية مثلا، يعني هذا يخلي يكسب احترام الاخرين ويشيع روح ايش؟ الفريق الواحد بين المسؤول والعاملين، بين المسؤول والعاملين، حتى يشجعهم على ان تقديم النصح لمصلحة العمل. 5 من الأخلاق الوظيفية الصبر. شنو هو الصبر؟ الصبر هو تحمل النفس مكاره الحياة وعدم الجزع، عدم الخوف لنوائب الدهر ونكباته. إذا الصبر هو تحمل النفس لمكاره الحياة وعدم الجزع. ويعرف الصبر بأنه حبس النفس على ما تكره. صبر، يعني يكون عندي قوة صبر. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 6 من صفات الوظيفية الموظف أو الأخلاقية: إتقان العمل. هنا يقول لي: لم يوجد الموظف في وظيفته العامة إلا من أجل العمل على تحقيق هدف معين. أنا جاي المكان هذا يعني حتى نأدي وظيفة ونحقق هدف معين، وهذا الهدف يتم تحقيقه من خلال القيام بمجموعة من المهام وصولا إلى الهدف الأسمى بصورة دقيقة ومتقنة. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حب إنسان عمل عليه أن يتقنه. يعني إتقان العمل شيء مهم. أول سمات الإتقان هي لما يكلفوني بعمل يكون سرعة، عندي سرعة في الإنجاز دون تأخير. يخلي مثلا يعطوني ملفات يقول لي اشتغليهن اليوم كملي كلمة في يوم واحد، ما نخليش عملي متكدس، واجباتي متكدسة وننهيها مع نهاية الدوام. النقطة الثانية الدقة في الأداء، مش معناها نسرع وأنا ما عملي أي كلام، لا، الدقة والسرعة في الإنجاز والدقة في الأداء، بحيث يكون عملي وافيا مشتملا لكامل الشروط الفنية للأداء. ثالثا الإنفاق، الرشد في الإنفاق، يعني سواء كان لما كلفوني بعمل وأعطوني مثلا مبالغ مالية في مجال عملي، مثلا كان مالي، إن يكون عندي هذا المال ننفقه بطريقة تكون إيش، فيها نوع من الالتزام وعدم الإسراف. الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل يعتبر الإخلاص في العمل من أهم مقومات الموظف الناجح، لأن طبيعة العمل بين الموظف العام والدولة هي علاقة تعاقدية، وبناء على هذه العلاقة واستنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني أنا مطلوب مني أنا كموظف إني أكون أدي عملي أمام الله سبحانه وتعالى وأمام من كلفني بهذا العمل. ماذا يترتب على الإخلاص في العمل؟ يترتب على الموظف العام أن يؤدي العمل الموكل إليه بأقصى الإمكانات المتوفرة إليه وفاء لهذا العقد. مثلا عقد مع مثلا جامعة، عقد مع كيان عام، المفروض نأدي عملي ونكون صادق في أدائها ومخلص في أداء عملي ومستوفي لكافة الشروط. يجب على الموظف إنجاز المعاملات بسرعة ويتفادى التأخير الذي يضر بمصالح المراجعين. مثلا انا جاني واحد اليوم في العمل طلب مني، مو انسان عادي يعني، دخل علي وحط عندي ملف، قلت له: بكره تعال استلم اوراقك. يجي بكره يلقاني اوراقي مكدسات. اذا هذا نسميه عدم اخلاص وعدم صدق وعدم دقه وعدم تفاني. وبالتالي هنا الاخلاص في العمل يجب ان يكون الموظف ان يؤدي عمله
أمام الله وأمام المراجعين بدقة وضمير. 8 تقدير الوقت. طبعا الوقت هو أثمن كنز لدى الإنسان، وهو رأس المال الذي يمكن أن يستثمره في تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى من خلال الهدف الأسمى الذي يجعل الحياة من أجله حياة جيدة وواضحة. وقت العمل ليس ملكا للموظف، إنه ملك لجهة العمل. وقت عملك أنت جاي تأدي في عمل من الساعة 8 للساعة 2، هذا مش ملك لك أنت كموظف، هو ملك لمن؟ لجهة العمل. فعليه أن يكرس كل جهده ووقته في تأدية العمل الذي وكل إليه من خلال واجبات وظيفية محددة. معنى إيش معنى كلمة تقدير الوقت؟ احترام مواعيد العمل الرسمية بحسب اللوائح التي حددتها الوظيفة، وأن أؤدي وظيفتي وأن أؤدي ما علي متقيدا بماذا؟ بمواعيد الحضور والانصراف وعدم التغيب بدون الأذن الرسمي. لما نبي نغيب ناخذ إذن نقول من عندي ظرف كذا كذا، فإذا حتى لا يؤثر على إيش مسار العمل. لو إنك الشخص منا أتقن عمله، نبي نقول ملاحظة هذه، يعني لو إنك شخص منا في بلادنا احترام الوقت واحترام المواعيد واحترام عمله، لكان حالنا أحسن في جميع المؤسسات. نجي 9 الشفافية. شنو هي الشفافية؟ هي الإفصاح عن كشف المعلومات والمصداقية. يكون صادق. شفافية تعني الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية ووضوح التشريعات وسهولة فهمها وموضوعيتها. وضوح يعني هنا تعني الصدق والوضوح، وهو إحساس الذين حول القائد الإداري، بمعنى أنه يعني ما يقول، وأن يدع إنجازات تتحدث عن نفسه. لما يكلف شخص يعطوه عقد يقول له امسك عقد مثلا طريق في جدابية كذا كذا، ونشوف بعد كم شهر نلقى ما فيش طريق. فبالتالي هنا ما فيش شفافية، ما فيش مصداقية في العمل. بالتالي هنا المفروض يكون عندنا إفصاح ومصداقية ووضوح تشريعات تساعدنا على فهم الكلام هذا. وأيضا ان الانسان يعني ما يقول. لما نقول انا نبي نأدي عمل، نجي فعلا نسلمهم العمل بعد شهر، يعني هو تمام منجز. الشفافية تعتمد على مجموعة من المقومات: الصدق، الوضوح، النزاهة والدقة في المعلومات. اذا الشفافية لما شخص بيقول هذا شفافية عنده، يعني صادق في عمله. لما نكلفه ندير له عقد معين ينهي العمل في شهر، ينهي في شهر. اذا هذا صادق، واضح، عنده نزاهة، عنده دقة في المعلومات. نجول النقطة العاشرة من الأخلاق أو الصفات الوظيفية: القدوة الحسنة. قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة. قدوة حسنة هي خير وسيلة استجداب الآخرين، توثيق الصلات بهم والتأثير فيهم. لما يكون القائد المثل والقدوة للموظفين، فعلا هذا يؤثر على مسار شنو الإداري للعمل في تنفيذ القوانين واللوائح على نفسه، يطبقها على نفسه قبل اللي يطبقها على الموظفين، وبالتالي يقتدي به من جميع الموظفين. نجي النقطة 11، التعاون. شنو هو التعاون؟ معروف، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان اجتماعيا بطبعه. الإنسان نعاود نقول زي ما قلت في بعض محاضراتي، الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان ما يقدرش يلهث بروحه. بالتالي هنا خلق في صفة التعاون، هنا خلق الله الإنسان اجتماعيا بطبعه، ولا يمكنه من القيام بأعباء الحياة بمفرده. يعني الإنسان ما يقدرش يعيش بروحه ويبني بروحه وياكل، لا، لازم من إيش؟ ولا يحصل على لوازم الحياة وحده، بل لابد من مشاركة من الآخرين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني هذا التعاون صفة في الإنسان. النقطة 12، الإيثار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا شنو هو الإيثار؟ إن نفضل مصلحة الجماعة على والمجتمع على مصلحتي الفردية. أنا لما كلفوني بعمل ويجي حد بيرشيني مثلا يقول لك انت قاعد نعطيك كذا كذا، لا، انا هنا لما نفضل مصلحه الجماعه والمجتمع على المصلحه الفرديه طبقت قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. مقتضى الايثار، شنو هو الايثار؟ ان يقدم العمل مصلحه ان يقدم العمل مصلحه المنظمه على مصلحته الشخصيه عندما يتطلب الامر ذلك في اوقات الازمات والحالات الطارئه. فذلك يجب على العامل ان يؤثر زملائه في العمل ولا يزاحمهم في طلب المزايا والعلاوات والاجازات في الاوقات المفضله، لان ذلك يوقظ صدوره ويجلب الحق. يعني لو موظف قال مثلا، موظفه قالت لنا بناخذ اجازه، تسمعها لقد تقول ناخذ اجازه، بالتالي هنا لا، نخلي فرصه الزميل تاخذ اجازه بعدين ناخذ الشهر اللي بعدها مثلا. فبالتالي هنا لو كان نقدم مصلحه العمل على مصلحتي شنو الشخصيه. ما هي النظره الاسلاميه لاخلاقيه المهنه؟ النظره الاسلاميه لاخلاقيه المهنه، ما هي النظره الاسلاميه لاخلاقيه المهنه؟ يهتم الاسلام بالجانب الاخلاقي. طبعا ديننا الاسلامي هو دين الخلق، وقلنا سيدنا محمد قال الله تعالى عنه: وانك لعلى خلق عظيم. وقال سيدنا محمد لأهل مكة وقريش زمان:
إنما بعثني ربي حتى أتمم مكارم الأخلاق، وقال عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن يهتم الإسلام بالجانب الأخلاقي، وحدد قيما وقواعد أخلاقية لكل جانب من جوانب الحياة. وقد اهتم المسلمون بتلك التعاليم الأخلاقية الإسلامية وعملوا على تطبيقها في جوانب حياتهم كافة، فكانت من أهم عوامل ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وكما واكب ذلك الاهتمام اهتمام مماثل من جانب مفكرين عامة والتربويون خاصة، فصنفوا العديد من الرسائل والدراسات التي عنيت بأخلاق المعلمين والمتعلمين وآدابهم على السواء، تلك الأخلاق التي تستمد من الإسلام ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة. ويعد الإسلام في حقيقته نظام حياة يتكون من العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعود برتانيا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني ربي لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أخذ الإسلام ما وجده من الأخلاق الحميدة وعدها أخلاق إسلامية. يعني في الجاهلية العرب، لما سمي العصر الجاهلي بالعصر الجاهلي أو عصر من قبل الإسلام، جاهلي مش معناه أن كل الجهل، لا. ليش سيد محمد قال إنما بعثني ربي لأتمم مكارم الأخلاق؟ هذا رد على الناس اللي كانوا يظنوا أن الجاهلية كلها جهل. لا، كان عندهم كرم، كان عندهم أخلاق، صح في كان عندهم عادات سيئة حرب الإسلام، لكن في أيضا عندهم عادات حميدة زي الكرم، عندهم إغاثة الملهوف المظلوم، الوقوف إلى جانب الجار. إذا أخذ الإسلام ما وجده من الأخلاق الحميدة وعد أخلاق إسلامية، سواء ما كان منها ثمرة العقل الإنساني الراشد أو الفطرة البشرية أو ما جاءت به الديانات السماوية السابقة. لقد حظيت أخلاق المهنة باهتمام واسع من العديد من العلماء المسلمين على مدى العصور الإسلامية المتتالية المتتابعة يعني. وعلى الرغم من قلة كتابات العلماء المسلمين في هذا الموضوع منذ بداية عهد الدولة الإسلامية، وذلك نظرا لقربها من عهد النبوة والخلافة الراشدة. طبعا الناس كانوا ملتزمين في ذلك الوقت بالأخلاق، أخلاق العمل وأخلاق لأن كانوا حديثي العهد بالإسلام. لكن نرى بعض الكتابات زي كتابات الغزال، إمام الغزالي رحمه الله في كتابه التبر المسبوك من الوصايا والأخلاق الواجب أن يتحلى بها من يتولى أمر المسلمين، كالحذر من استغلال السلطة والبعد عن الظلم وأهمية قضاء حوائج الناس. كما حاول أحد العلماء ابن تيمية في عديد من الرسائل ذكر أهمية الأخلاق، وخاصة في مجال اختيار الموظفين ومتطلبات العمل. ترتبط الأخلاقيات لأي مجتمع بما يؤمن به من مبادئ ومعتقدات يلتزم بها، والمجتمع المسلم يستمد مبادئ أخلاقياته في جميع شؤون حياته من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يربط بين الأخلاق والعقيدة، لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا فالإسلام يربط بين الأخلاق والعقيدة وبين المعاملات والأخلاق. إذا لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الإسلام دين إيش؟ دين خلق ودين عقيدة ودين معاملات ودين عبادات. ويحث الإسلام على تأدية الواجبات الوظيفية وإتقان العمل بكل أمانة وإخلاص، كما يعد الإسلام العمل الذي يقوم به الموظف أمانة، عملي أمانة، يجب عليه إتقان العمل والإخلاص في أدائه، كما قال سيدنا محمد في الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل. وإن الشريعة الإسلامية جاءت ووضعت مبادئ أساسية للوظيفة ولمن يشغل الوظيفة، وحثت على اتباع الأخلاق الحسنة في التعامل سواء في المنظمة على وجه الخصوص أو خارج المنظمة. الوظيفة في الإسلام لها عدة مبادئ. السؤال هنا: ما هي المبادئ الأخلاقية للوظيفة في الشريعة الإسلامية؟ 1. تنظر الشريعة الإسلامية إلى الوظيفة على أنها أمانة، حيث قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إذا أول مبادئ من المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أن الإسلام ينظر إلى الوظيفة على أنها أمانة وليست عمل عادي. ومن اهتمام الإسلام بالأمانة، في هناك العديد من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم، وأيضا صفات الأنبياء والرسل كان من أهم صفاتهم الأمانة، زي سيدنا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، كان كلهم: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين في القرآن. إذن الأمانة هي شرط من شروط أداء الوظيفة، وأي خلل في الأمانة يؤدي إلى شنو؟ خيانة، هي عكس الأمانة. 2. المبدأ الثاني: الوظيفة العامة مسؤولية شخصية. كيف مسؤولية شخصية؟ إن مسؤولية العمل في وظيفة بعينها هي مسؤولية شخصية وليست جماعية، أنا مسؤول عن وظيفتي، فكل شخص مسؤول عن عمله وتصرفه، والإسلام
ينظر إلى الموظف على أنه حارس أمين. أنا كموظف في عملي الآن أدي في أمانتي في عملي، أنا أمين على ما أقوم به الآن أمامك من إعطاء مثلا محاضرة عملي. نكون صادق وأمين في أداء رسالتي. وعليه ينصح للجهاز الوظيفي الذي ينتمي إليه، وعليه أن يكون شنو؟ ينصح للجهاز الوظيفي الذي ينتمي إليه ويخلص في عمله ويبذل قصارى جهده لأداء العمل، ويراعي مواعيد العمل دون الحاجة، مش جاي إلى رقيب أو حسيب أو رئيس، إن الراقب نفسي بنفسي، يعني من نعتبر هذا عمل أمانة بيني وبين الله، فإن الرقابة على الموظف تبدأ من ضميره الحي الذي يراعي الله في كل خطوة. إذا الرقابة مش رقابة إدارية غيرها، لا، الرقابة من الموظف تبدأ من ضميره الحي الذي يراعي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، الوظيفة تكليف وليست حق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله وأحدا حرص عليه. إذا هي تكليف، وبذلك يتضح أنه لا تسترد ولاية لمن لا يتوفر فيه الكفاية اللازمة. إذا لما نبي نولي شخص لازم إيش؟ يكون توفر فيه الشروط إيش؟ اللازمة لشغل هذا المنصب. الوظيفة العامة هي التزام خلقي والتزام تعبدي وشرعي، لأن الدولة الإسلامية دولة عقائدية، والإدارة الإسلامية ينبغي يعني أن الإنسان المسلم سلوكه اليومي يكون فيه مظاهر إيش؟ التزام. أول شيء التزامي بعباداتي، مثلا أدي صلاتي في جماعة، أدي عملي، أكون إيش؟ عندي أخلاق المسلم. فبالتالي هنا إذا الوظيفة هي التزام خلقي وتعبدي. أيضا العبادات تعود المسلم على التواضع وعدم التكبر. والإنسان المسلم أو الفرد المسلم مطالب بالالتزام ببعض السلوكيات الإيجابية في نطاق عملي، وهي تشمل 3 أشياء: 1. الأخلاقيات الوظيفية، وهي تلك التي تتعلق بتأدية الواجبات الوظيفية وإتقان العمل بكل أمانة وإخلاص. 2. الأخلاقيات المسلكية، وهي التي الأخلاقيات تتعلق بسلوك وتصرفات الموظف داخل وخارج الوظيفة العامة. إذا في أخلاقيات وظيفية، في أخلاقيات مسلكية، في أخلاقيات متعلقة بطاعة الأوامر الرئيسية. لما يكون عندي رئيس في العمل يجب وجوب طاعة الرؤساء وتنفيذ واحترام قراراتهم. الأخلاق الوظيفية هي جزء من الأخلاق الإسلامية العامة، لأن كل ما جاء في نص الكلام اللي قلناه هو مرتبط بالقرآن الكريم والسنة النبوية. والإسلام هو الذي حثنا على أن الموظف يجب أن يتحلى بأخلاقيات العمل وأن يتقن عمله حتى يؤثر أو يكون له دور في نجاح العمل والرقي بالمجتمع ككل. نجو أخلاقيات المهن الطبية. طبعا لقد لقيت أخلاقيات المهن الطبية اهتماما عظيما منذ ظهور الطب، يعني المهن الطبية طبعا في مجال الطب، يعني لقيت هذه الأخلاقيات المهن الطبية اهتماما عظيما منذ ظهور الطب. سجل ذلك في البرديات المصرية القديمة وكتابات المصحف الحمورابية البابلية في العراق، واهتم بها الأغريق وخاصة الأبيقراط. طبعا أول عالم أو أول من عرف أخلاقيات المهن الطبية شخص اسمه أو عالم اسمه أبيقراط. أبيقراط هو عالم يوناني، ولد في اليونان سنة 460 قبل الميلاد، ولقي بأبي الطب، حيث أسس مدرسة طبية وطور القسم الطبي الأخلاقي المعروف بقسم أبيقراط، وألزم الأطباء باتباعه، حيث قسم الأبيقراط المهن الطبية في كليات عديدة، وكل كلية تؤدي وظائفها بحسب الخريجين الذين يتخرجون منها لممارسة عملهم. وتعتمد هذه الكليات الطبية على: 1. إجلال أساتذة الطب، يعني احترام أستاذ الطب. 2. لا يجاز في المهنة إلا ما يتمسك بأخلاقيات القسم، يعني ما يعطوش إجازة طبية أو شهادة طبية، يعطوه الدكتور يقول له دكتور إلا اللي عنده أخلاق، بعد ما يعيش دروع الامتحان ويكون متمسك بأخلاقية المهنة. 3. مزاولة المهنة بهدف فائدة المريض وتلافي ضرر، يعني هنا من أخلاقيات أو مبادئ التي اعتمدت عليها أبيقراط: 1. احترام أساتذة الطب. 2. لا يجاز في مهنة الطب إلا ما يتمسك بالأخلاق. 3. مزاولة مهنة الطب يكون هدفه أنه يخدم المريض ويبعد عنه إيش؟ الضرر. 4. الابتعاد عن كل من شأنه إسقاط الجنين من أدوية أو مواد، يعني هنا لا تعطى المرأة مثلا مواد تؤدي إلى إنشاط الجنين. 5. دخول مرضى المنازل من أجل مصلحة المريض، يعني كلفهم أبيقراط إنه يمشوا حتى للمنازل حتى يعاينوا المرضى ويشوفوا يطمنوا على صحتهم. 6. الامتناع عن الأذى والفساد. 7. احترام سرية العلاقة بين الطبيب والمريض، لو المريض عنده أسرار ما نطلعهمش خارج غرفة المريض. إذا عندي كم نقطة في إذا تعرفنا على أبو الطب اللي هو أبيقراط، وعرفنا
المبادئ التي اعتمد عليها وهي مبادئ أخلاقية مهمة. توماس ظهر ما بين عام 1940 و1804. توماس بيرسفان هو أسس هذا الطبيب الإنجليزي دستورا للأخلاقيات الطبية خاصة بالأطباء سنة 1794، الذي اعتمد عليه من قبل بعدين خذوه الأطباء الأمريكيين ومشوا على نفس الطبيب الإنجليزي اللي هو توماس في أخلاقيات المهن الطبية، وبعدين اعتمدت الجمعية الطبية AMA، وكان أول دستور أخلاقي يعتمد من قبل أو يعتمد من قبل هيئة مهنية ليحل مكان الأخلاقيات المهنية القديمة والمفسرة بطرق مختلفة عفوا. وهكذا وفر هذا الدستور معيارا للسلوكيات يتبعه مزاولي المهن الطبية، يعني عندهم في بريطانيا الآن أو من زمان عن طريق العالم هذا توماس درلهم دستور خاص بأخلاقية المهن الطبية ويمشوا عليه جميع ذي الزاوية في المهن الطبية. نجول بعده الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية اللي ظهر في الطبية الأمريكية، الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية اللي ظهر عام 1846، هو جاي من نسخة 1980، طبعا تتضمن نسخة عام 1980 من الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية 7 بنود، بينما بعدين طوروه في عام 2001 إلى 9 بنود، وكل بندين نسخة معدلة عن الدستور الأخلاقي اللي ظهر قلنا 1846. ويدعم الانتشار العالمي للرعاية الطبية. وأيضا لو سألنا سؤال، الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية على أي شيء يشتمل؟ نبدو أول شيء احترام القانون، 2 احترام الحياة الإنسانية بما فيها حياة الجنين، الواجب المهني يتقدم على العرق والدين والسياسة والتمييز، يعني الواجب المهني أنا كطبيب نحترم أي عرق وأي دين وأي سياسة ودون تمييز. بعدين مبادئ جو 6 مبادئ إعلان هلسنكي عام 1964، ظهر هذا الإعلان سنة 1964 وكان بمثابة رد على التجارب الطبية الغير أخلاقية التي أجراها الأطباء النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كان الأطباء النازيون يقومون بأخلاق غير طبية على المرضى، فبالتالي ظهر إعلان هلسنكي ردا على هذه الممارسات. ما هي مبادئ هذا الإعلان واللي طول حتى عام 2000؟ أول مبدأ، الهدف من المهن الطبية خير ومنفعة الإنسانية مقدما على الاهتمام بالعلم والمجتمع، يجب على أن يعمل الطبيب فقط لما ينفع المريض وأن تكون صحة المريض في مقدمة اهتمامه. يعني هنا إعلان هلسنكي يقول إن الطب جاي لمنفعة الناس كلهم، والطب مقدم على الاهتمام بالعلم والمجتمع. 2، أن يعمل الطبيب لما ينفع المريض وأن تكون صحة المريض هي مقدمة اهتمامه. الاهتمام بالمرضى وتوفير العلاج الفعال لهم وعدم إجراء التجارب عليهم. بعدين نجي لأخلاقيات المهن الطبية في الإسلام، عندي تلخص في مجموعة من المتطلبات، هي المعرفة، من واجب أصحاب المهن الطبية المسلمين مواصلة اكتشاف العلم والمحافظة على المعرفة وتطور المهن الطبية. إذا المعرفة من أخلاقيات المهن في الإسلام. 2، احترام القانون، من واجب أصحاب المهن الطبية المسلمين احترام القانون والأوامر والقواعد القانونية لتنظم المهن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التعهد المهني بالمحافظة على صحة المريض. النقطتين من أهم أخلاق المهن في الإسلام، سرية المعلومات، احترام القانون، التعهد المهني بالمحافظة على صحة المريض ومصلحته من اعتبار المسؤوليات، توفير الرعاية الصحية للمريض واحترامه. تقديم النصائح الطبية، يجب على أصحاب المهن الطبية أن يقدموا المرضى كل النصائح والإرشادات الطبية اللازمة المتعلقة بعلاجه بشكل يتناسب مع مستوى المريض المعرفي وسنه وثقافته. 5، العلاقات، على أصحاب المهن الطبية المسلمين أن يتبنوا الطريقة الصحيحة في علاقتهم مع المرضى والزملاء. النقطة الأخرى، سرية المعلومات المتعلقة بالمريض، على أصحاب المهن الطبية حماية خصوصية وسرية المرضى وكتمان سر المريض والمحافظة على خصوصية مع الغير، ويكون في عهد وأمانة يحفظهم. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.